اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا بحب ارحب بكابتن رامي عبد اللطيف المدير الفني لفريق منتخب مصر للشباب في كره اليد، واللي نجحنا في التاهل الى كاس العالم وفزنا كمان بالمركز الثاني او فضيه بطوله افريقيا. اهلا بيك يا كابتن رامي. اهلا بيك كابتن، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك وشكرا لحضرتك على المقابله الحلوه والمقدمه الحلوه. ده حقوق يا كابتن، انتوا الابطال ومن حقكم تتقابلوا يعني وتتشالوا فوق الراس. ربنا يخليك كابتن هيثم، شكرا لحضرتك. بنرحب بمنه الله سيد حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى كمان منتخب مصر الشابات، وبالمناسبه اخذت احسن حارس مرمى في البطوله. اهلا بيك يا منى. مبروك. الله يبارك في حضرتك. ان شاء الله تعملوا احسن حارس مرمى في العالم يا رب. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير عن الفريق في البطوله، نشوف التقرير ده راجع لحضراتكم تاني. نجح المنتخب الوطني لشابات كرة اليد تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني رامي عبد اللطيف في حصد الميدالية الفضية ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بغينيا خلال الفترة من 17 وحتى 26 من فبراير الجاري. وحصلت شابات الفراعنة على المركز الثاني بعد الخسارة أمام المنتخب الأنغولي بنتيجة 18-17 في مباراة صعبة ظلت نتيجتها معلقة حتى الثواني الأخيرة من اللقاء. وبدأت بنات النيل مشوارهن في البطولة باكتساح منتخب زامبيا بنتيجة 47-18 ثم الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 51-25 قبل أن يتعادل منتخبنا في آخر مبارياته بالمجموعة الأولى أمام منتخب أنغولا بنتيجة 24-24 ليصعد منتخبنا الوطني للدور نصف النهائي من البطولة القارية ويضمن التأهل لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بدولة سلوفينيا. وفي قبل النهائي واجه منتخبنا نظيره الغيني صاحب الأرض والجمهور ويستطيع التغلب عليه بنتيجة 28-23 ويتأهل للمباراة النهائية والتي واجه فيها منتخب أنغولا ويحصد الميدالية الفضية. وشارك الثلاثي الأهلاوي رحمة محمد وروان سعيد ومنة الله سيد رفقة منتخبنا في رحلة الصعود لنهائيات المونديال وحصد الفضية القارية.